يا وحيد، انا جيت بصيت عليك اول امبارح ما لقيتكش. كنت بايت عندك كمال اخويا، كان نفسي تبقي معايا يا جنة. اسمعني، اصلي كنت مبسوط قوي وحاسس ان البعيد بيقرب. يا سلام، طب خد. ايه ده؟ دي شوكولاتة. انت اللي شارياها؟ لا، دي الست هاني، انا خنصرت لك من وراها واحدة كده. انت سرقتيها يا جنة؟ انت مش عارفة ان السرقة حرام يا اخويا. ما تدقش، دي واحدة وخلاص. سلام بقى عشان الست خارجة. سلام. وحيد تعال. بقولك ايه، ايه رايك تيجي معايا الوكاله؟ انت بتتكلم جد يا يوسف؟ بتكلم جد. اهو بالمره يعني تلاقي حاجه تعملها تسليك بدل القعده في البيت ليل ونهار كده، وخليك تقرب كمان من الحاج يا عم وحيد. طب اغير هدوم. لا لا لا، تعالى زي ما انت كده، تعالى زي ما انت. يلا تعالى قدام، تعالى قدام، تعالى اركب جنبي قدام. رفض بس، رفض هدومك كده الاول. ايوه يلا اركب بقى. ابسط يا عم وحيد، اديني فرجتك على الوكاله حته حته. ما دخلناش هنا، ده مكتب الحاج سيد. تفرجني عليه؟ لا لا، تعالى. مش دلوقتي، مش دلوقتي. تعالى يا وحيد، تعالى تعالى. بس انا هشتغل ايه يا يوسف؟ تشتغل مع صالح. صالح مين؟ صالح الساعد. يا صالح انت يا سيف. امرك يا يوسف بيه؟ وحيد هيساعدك، تشوفه وتعرفه ايه نظام شغله. مساعد مرمطون؟ ما تقولش مرمطون، انت اصلا تطلع مين؟ قول له انا مين. وحيد خلاص خلاص، اسمع الكلام، اسمع الكلام، انا مش عايز وحيد يشتكي منك. يلا. وماله، نسمع الكلام. تعال تعال. طب اسمع يا وحيد، انا هقول لك على حاجه، انا هعمل معاك حاجه هتفتكرها لي طول العمر. اشوف لك حته شغلانه، ايه رايك؟ انا هشغلك على عربياتنا، هشغلك تباع ملك. طب على اذنك. الو طرف يا طرف يا شوشو. طرف يا شوشو، ايه اللي بيخلي البني ادم محترم؟ ايه اللي بيخلي البني ادم محترم؟ مش عارف. الولا ايهاب الناس دايما بيسمعوا له بيسكتوا خالص، ما بيتكلم بيسكتوا. وانا بيبقى معايا الفلوس وانا اللي ماسك شغل ابويا، ما حدش بيسمع لي ابدا. تفتكر انا الصح ولا هو؟ انت مالك؟ وانا صغير ابويا قال لي ايه؟ قال لي وانت تعمل ايه بالشهاده؟ الشهاده دي حته ورقه، انا مش هعمل بيها حاجه. هو يهب معاه الورقه وانا معايا الفلوس. عارفه يوم
يوم ما كنا في بيت الوزير الناس كلها كانت عماله تسمعه قوي قوي، وانا بقيت واقف كده، بقيت بصراحه واقف، كنت مدهوش، كنت مش عارف مين الصح، إيهاب ولا أنا؟ أنت طبعاً يا حبيبي اللي صح، بس مش عايزاك تنسى الموضوع اللي طلبته منك. عايزة فلوس، فلوس كتير على فكرة، فلوس كتير. اكبشي وخدي اللي انت عايزاها، خد الفلوس اللي انت عايزاها كلها. صباح الفل يا حاج. في خبر وحش يا حاج. لا اله الا الله، على الصبح كده؟ ايه خير؟ في ايه؟ الجماعه بتوع جمرك السخنه كلموني. ايه المناسبه؟ جت من ساعتين كده نزلوا 20 كونتينر منتجات بلاستيك وسلك كهرباء عايز يغرق بيهم السوق. ايه اللذينة؟ ده عارف انا المخازن عندي عمرانة وبعطش السوق. نزلهم في السكرتة. فاهم ان انا نايم على وداني. وده هتعمل معاه ايه يوسف؟ ولا حاجة، انا عملت خلاص. كلمت كل زبايننا وهوزع عليهم البضاعة اللي عندنا في المخازن كلها. واللي عايز هياخد واللي مش عايز برضه هياخد. واللي مش عايز ده هتخليه ياخد ازاي؟ يشتري خاطرنا وهمردو دال. يا ابن اللعيمه، حلو هذا يا يوسف. وبكده بقى نبقى غرقنا السوق. خليه هو بقى يبقى يقعد يطرقع صوابعه جنب البضاعه بتاعته. يا بهاء، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. هات الفرصه بتاعتي وفرصه هاديه كده يا انسه. حاضر يا فندم. يلا. مين ده؟ ده بهاء، اشهر سايس خيل في مصر. لا والله. بهاء ده بيتكلم كل اللغات، انجليزي وفرنساوي وايطالي واسباني، كل ده ما بعرفش يكتب عربي اصلا. لا والنبي. طب يا ريتني جيت اتربيت هنا، ده انا ما بعرفش اتكلم كلمتين صيني على بعض بقالي سنتين بحاول. بقول لك انا بخاف من الحصان. تلاقيش بقى انا معاكي، امشي واحده واحده كده من جنب بعض، تلاقيش والله. وشوف الخزنه، انا عايزك تظبط الدنيا. ايوه بس انت عارف ان الفلوس ناقصه 300,000. اهو ادي 300,000. بس بقولك ايه، اوعى ياخد باله من حاجه. عيب يا برنس. تاني برنس؟ مش قلت لك برنس دي بلدي؟ خلاص حقك انا. عيب يا باشا. حبيبي همشي انا بقى. ايه ده بدري كده؟ مش عوايدك يعني؟ معلش يا حبيبي، تعبانه شويه. تعبانه؟ تعبانة ايه؟ ألف بقى تشار عليك يا حبيبتي. مغص جامد قوي عندي من امبارح ونسيت الدواء في البيت. مش مشكلة. طب ما نبعت نجيبه. ولا أقول لك يا ولدي، استنيني في المكتب. أنا شوية كده وهخرج
اما اجي خارج قولي لي ممكن تاخدني في سكتك يا حاج. وهنروح فين يا حاج؟ هنروح مع بعض يا حبيبتي. فيها حاجه دي؟ الحاج سيد حبيبك عايز يروقك، وبالنوبه نجيب الدواء معانا في السكه. كده النهارده خير؟ خير ان شاء الله، رايق قوي قوي قوي. انا النهارده اديت الراجل جد ده حته الدين هدر هيطلع من قفاه ان شاء الله. طيب يا حبيبي هستناك بره. ماشي. الينا بلينا بلينا. امشي دلوقتي يا فادي، مش عايز حد يشوفك معايا هنا. لا طبعا مش همشي غير لما اطمن عليك. الحمد لله مفيش اي كسور في قدم رجلك يا انسه سمر، شويه تمزق خفيف في الاربطه. طب يا دكتور والتمزق ده علاجه ايه بالظبط؟ 15 يوم جبس بس لازم راحه تامه. جبس؟ ما تخافيش هتقدري تمشي في البيت بيه، بس اول كام يوم لازم راحه تامه. الف سلامه عليك يا انسه سمر. سوري يا سمر، انا عارف انا السبب في اللي انت فيه ده كله. خلاص يا فادي نتكلم بعدين، ده دوسة عرفت وزمانها جايه على هنا، وممكن تكون كلمت بابا واخواتي وهم كمان جايين عشان خاطر يمشي بقى قبل ما تحصل لي مشاكل. اوكي انا همشي، بس طمنيني عليكي اول ما توصلي البيت. حاضر حاضر. وبجد سوري يا سمر. خلاص باي بقى. اوكي باي. سمر مالك؟ ايه اللي حصل؟ سمر يا حبيبتي مالك يا حبيبتي ايه اللي جرالك؟ مفيش حاجه وحيد، ما تقلقيش عليا يا دوسه. طمنا يا دكتور. ايه في ايه؟ يا جماعه ما تتخضوش قوي كده، ده شوية تمزق بسيط في الأربطة. ينفع تروح معنا؟ أنت ما سمعتش الدكتور بيقول لك إيه وحيد؟ بسيطة إن شاء الله هتروح. لو هتقعد هقعد معاها. سمر هتروح معانا، لو أنت عايز تقعد بقى وحيد خليك اقعد جنبها. لو قعدي هنا هيخففها هقعد. حبيبتي يا بنتي حبيبتي. شفتي بقى؟ عشان كده ما كنتش عايزاكي تيجي. معقوله برضو الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يعني اعرف انك انت تعبانه وكلمتيني على الموبايل بالخبر السيء ده وما جيش؟ ما تركبيش حصان تاني يا سمر. انا متهيألي بعد اللي حصل ده لا هتركب لا حصان ولا حمار. خلاص بقى يا دوسه بقى ما تعيطيش بقى، ولا خلي الدكتور يجبس لك رجلك انت كمان. كده برضو؟ سمر عايز اشوف الحصان اللي وقع. طب بعد اذنكم بقى يا جماعه لو سمحتوا علشان نجبس الرجل. يلا دوسه. قلبي معاك يا حبيبتي، سلامتك الف سلام. اتفضل يا حاج. يلا يا وحيد. لا انا حاط. لو سمحت يا استاذ وحيد عشان نجبس. اتفضل انت. علي عندي تعال اتفضل. بصوا بقى انا عايزكم تجبسوا من اول هنا. يلا اخويا يلا اتحرك شوية، يلا حمل العربية دي، يلا اتحرك اتحرك. بس يا باشا ده ايه اللي عملته في الراجل ده انت مصمصته. عموما مبروك عليك الشقة يا باشا. الله يبارك فيك يا زكي. عارف يا زكي انا هحللك بقك. ازاي يا باشا؟ بدل 6% هخليهم لك 5.5%. عارف يا زكي عشان الفكرة يا زكي انت دماغك دي مهنم يخيب عقلك. ده عارف الفكره دي جت ازاي يا باشا؟ لقيت الحاج فجاه على راسي بيقول لي في اقرب فرصه لازم اراجع الحسابات دي بنفسي. رحت مفكر في الفكره دي. طب ما كنت سبته راجع وكنت وريته العجز وقلت له ان انت السبب فيها ناس. لا يا باشا انا كنت برضه عبيط هقول كده. انا كنت هقول له الصراحه، هقول له يوسف ايه اللي خد الفلوس دي من ورا سعادتك عشان يعمل بيها شغل الحسام والبضاعه ما تصرفش. وبعدين قلنا نعمل على سعادتك الفيلم ده ما تاخذنيش يا حاج ونلطش منك القرشين ونسوي حساباتنا، ايه رايك؟ كنت هتباعك ساعتها زي يا باشا. فداك رقبتي وفداك كل يا باشا. اهم حاجه دلوقتي ان العمليه تمت ونضيفه ومية في المية، وانت طلعت بفلوس البضاعه ومبروك عليك الشقه. زي الفل. بس اقول لك على حاجه يا زكي، انا قلبي وقع في رجليا لما الولد خبطني المطوه ده. انا بصيت كده لقيت
كل الجنب ده غرقان، ده انا قلت قلبي طلع بره. يا باشا ما تقولش كده عيب، انت عارف الواد ده في حتتنا اسمه الجراح، ايده زي اشطر جراح فيك يا مصر، يحزمك التحزيمه يتهيأ لك ان جسمك اتشق اتنين، تشطفها تلاقي يا دوب خربش صغير. نهايته بس مية مية، الدماغ دي دماغ جهنم يا زكي. خارجه ولا ايه؟ وحياة عليك انا عايز اعرف حاجه، انا 100 مره اقول لك اما تيجي تلبس ما تعكش العك اللي انت عكه على بعضه ده، انا هعمل لك نيو لوك. انت فاكر نفسك لما كنت رايح عند الوزير قمر طول بعرض كده زيك زي سيد الدقاق، ما تقلش عنه حاجه. يا دي سيد الدقاق، كل شويه الدقاق اللي هيدعي في دماغه. الله، هو سيد الدقاق ده هيبقى في بيتي كمان؟ طب بكره تشوف السيد الدقاق ده، خلاص ابنه بقى خاتم في صباعي. أني واحد فيهم؟ الكبير المغلول منه اللي بيتمنى له الموت النهارده قبل بكره. يا ساتر يا رب، هو في حد عاقل في الدنيا يتمنى ابوه يموت؟ لا ده موضوع كبير قوي، بكره احكيهولك. المهم بقى يا ست، انت ما تاخدينيش في دوكه، قولي انت رايحه على فين؟ عندي ميعاد في البوتيك مع راجل بيزنس مان كبير قوي، بيدفع تقيل، عايز يشتري شويه حاجات كده بدل على قمصان. يا ستي شغل ايه وفلوس ايه؟ ياما عملنا فلوس، اقعدي معايا احسن، القعده مع جد بالدنيا. لا يا حبيبي الا ده راجل تقيل ومعاه فلوس جامده جدا، ده بيزنس مان مهم مش ممكن اضيعه. باي عيني. ماشي العابي، لقاء لغايه ما تتعبي. عارفه يا ماما، ساعات بقول لنفسي اخد بعضي واروح اعيش في الفيلا واكتم على نفس ابويا، يمكن لما يشوفني قدامه ضميره يصحى. لكن ارجع اقول اسيبك لمين؟ مين ده اللي ضميره يصحى يا ابني؟ ده لو في الهول نطق ابوك برضه ضميره ما يصحاش. مش عارف امتى يراجع نفسه ويخاف ربنا، هو عايز يهم الدنيا اكتر من كده. ربنا يهديه يا ابني ويديلك حقك. عموما يا ضنايا، لو انت عاوز تروح روح، ما تعتلش همي في حاجه، انا اعرف ادبر اموري بحالي لوحدي. لا يا ماما ما ينفعش، ده انا وانا في الشغل عقلي بيبقى معاكي، اول ما بخلص شغلي باخد بعضي وباجي جري. تخيلي مثلا لو ما كنتش رجعت ولحقتك وما كان مغمى عليكي، كان ايه اللي ممكن يحصل؟ هيحصل ايه؟ هموت، ايه راحه ليا ولي. بعد الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده. على فكره ماما، انت مش تعبانه في اي حاجه، ده انا عايش في الدنيا دي ببركتك انت. ربنا الخير والبركه. سماره حبيبتي، الف سلامه يا حبيبتي. سلامتك. الله يسلمك. الف سلامه حبيبتي. متقلقش عليا يا بابا، جت سليمه الحمد لله. لا اله الا الله. طب وبعدين؟ وانت هتعملي ايه يا بنتي في دراستك وفي الدروس اللي هتفوتك؟ اشوف حد من زمايلي يعني اصور منه المحاضرات يا بابا. لا لا ما تقلقش يا حاج، ده لسه احنا فين والامتحانات فين، هتلحق ان شاء الله. طب يا بنتي مفيش اي حد من زمايلك يعرف يجي يقعد معاكي يفهمك الدروس اللي هتفوتك دي؟ يعني ممكن حد يا بابا يجي يذاكر معايا؟ ابوكي قصده واحده مش واحد. يا واد ما تضربهاش. واحد ده ايه؟ هو في واحد يقدر يهوب من سمر؟ اقسم بالله انا كنت افرمه. مش عارف اعمل ايه لقاء، دماغي هتولع. بتهدي نفسك يا جاي، كل عقده وليها حلال. كان نفسي اجيب البضاعه بتاعتي قبل هو ما نزلها السوق، اخليه يقعد جنب البضاعه بتاعته ويولول ويلطم زي الستات، لكن للاسف جابها قبل مني ونزلها بسعر قليل جدا. خلاص يا سيدي انت كمان نزل السعر بدل ما تقعد في المخازن كده. ما ينفعش يا لقاء، انا بضاعتي غاليه جدا، انا بشتريها بايدي في السوق وبقف على تشوينها لغايه ما تتحمل وتوصل لغايه هنا. مش كفايه يضربني في طلبيه الجلد، ناقص كمان يضربني في طلبيه البلاستيك. ايه المشكله لما تخسر لك قرشين يعني بدل ما الراجل يضحك عليك؟ ما ينفعش، الخساره هتبقى كبيره جدا على لقاء. ماشي يا ساده دقاق، انا وانت والزمن طويل. خليك قوي يا جاد، انت تاجر ليك اسمك في السوق كبير قوي، ما تخليش حاجه تهزك. لا تهزني مين؟ الجايات اكتر يا لقاء، هيروح مني فين؟ اوعى لما تشوف يبان عليك حاجه، اتعامل معاه عادي ولا كان في حاجه حصلت. طبعا يا حبيبتي، هو ده اللي هعمله بالظبط.
معي. انا اللي دماغي خفيفه برضه يا راجل يا راجل. ده انت حجرين وفي الثالث عينيك حدف. انت عامل زي العربيه اللي عايزه ظبط زوايا كده. ماشي يا حاج سيد. لما تشوف بقى اخوه على اخر الليل هتقدر تصله بطولك وتمشي على رجليك ولا لا؟ يا عم حفظ يا عم حفظ. الحاج سيد ده دماغه مصفحه. قول له يا عم الحجاج قول له ده بينه مش واخد باله ولا ايه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا 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 بالحاج جاد. الله يخليك يا حاج سيد. اخبارك ايه يا عمنا؟ الحمد لله ماشي الحال. والشغل عامل ايه معاك؟ اهو مفيش جديد. والله انت ابن حلال يا اخي. انا بفكر اهجم البلد واسيبها للزباين وامشي. ليه يا حاج سيد اخو خير؟ الزباين هاريني ومحدش عنده صبر، كله عايز اول باول. الا من حق عم جاد، انا ما كنتش عارف ان شغل البلاستيك ده سوقه جامد قوي كده. الله يبارك لك. قول لي بقى علشان انت اللي عارف كل حاجه، ليش عندك شويه بلاستيك صيني في المخازن؟ احسن انا الزباين نازله عليا وانا خلصت كل الطلبيات اللي كانت عندي، كوبايات واطباق وكل البلاستيك. صورت بقى اكتر من ادوات كهرباء، حاجه غريبه قوي. ليش عندك شويه في المخزن؟ ما كانش يتعز يا حاج السيد، انا كان عندي شويه كده جمله بعتهم وقبضتهم كاش. انت عارف البضاعه السليمه ما بتقعدش، وانا بضاعتي سليمه يا حاج السيد. الله 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 عليك وعلى بضاعتك. طبعا ما انت تاجر بجد، والتاجر الشاطر يقلب التراب ذهب. اسم الله عليك يا حاج. عقبال النجف بتاعك ان شاء الله. ايه رايكم يا اولادي في الفكره اللي قلت لكم عليها دي؟ فكره هايله يا حاج، تسلم دماغك. لو سمحت لي يا حاج، انا ليا راي مختلف شويه عن راي يوسف. راي مختلف؟ راي يا حبيبي قول، انت عارف انا يهمني اسمع رايك. ربنا يخليك يا حبيبي. دلوقتي يا حاج انا رايي ان احنا لازم نكسب ثقه التجار، وبيتهيألي ده مش هيحصل الا لو ادينا لهم البضاعه من غير مقدمه. من غير مقدمه ازاي يا حبيبي؟ مش انت يا حاج لسه قايل دلوقتي ان في ازمه سيوله؟ والتجار دول بتوعنا، يعني لازم نكسبهم في صفنا. يبقى احنا ندي لهم البضاعه من غير ما ناخد منهم مقدم، وبعد اسبوعين ناخد منهم نص التاني. الله، طب والنص التاني يا ابني؟ هناخده يا حاج، بس لما الظروف تتحسن. ما احنا كده كده هناخده. الله الله عليك وعلى ضمائك اللي ربنا منورها لك دي. انت حبيبي انت حبيبي. ربنا يخليك لينا يا حاج، وما يحرمناش منك ابدا. يا أجمل وأحلى أب في الدنيا دي كلها. بتعمل إيه هنا يا زفت؟ قول يلا، روح اعمل كوبايتين شاي يلا. يلا يا وحيد روح شوف الحاج قال لك إيه واعمله. يلا يا وحيد. أنا مش طايق. أنا مش فاهم. أنت جبته هنا ليه؟ مش كفاية علينا إنه في البيت؟ خلاص يا حاج خلاص، هرجعهولك تاني البيت، ما تزعلش. قولي بس، الوزير قال لك ايه في المكالمة دي على الصلاة؟ سبخلي برضه. قال لي اتفضل شوف ابنك. كان ناقص يشتمني في الجورنان بالأب والأم كمان. أسود ومنيل. طب أنت قريت الجورنان؟ لسه، بعت زكي يجيب الجورنان الزفت. لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة على التأخير. يلا يا ابني. اتفضل، الجورنان أهو. ايه يا حاج خير؟ خير ايه بس؟ ده كاتب بالبنط العريض هيخربوها، وحاطط صورة الوزير هنا كمان اهي. لابد ان نستيقظ قبل ان تحدث الكارثة، ان سياسة هذا الوزير في التجارة وخاصة في الاستيراد تؤدي الى خراب واغلاق مئات الورش والمصانع وتشريد العمال والصنايعية والبركة في فساد الجمارك
وغياب معايير الجودة وهذه السياسة ستلقي بالبلاد إلى حاف الهوية. يا حاج الكلام ده ما تسكتش عليه، أنت لازم تجيبه وتشوف الموضوع ده. أنا كلمته 100 مرة إنما مفيش فايدة، ده عاوز يوديني في داهية، عاوز يخرب بيتي. دلوقتي أنت تعرف أصحاب الجرنان الزفت ده؟ نعرفهم يا حاج. أنت إيه اللي في دماغك يا حاج؟ أنا حرمي كل فلوس الإعلانات عند الناس دي، وهو يتحمل مسؤولية نفسه بقى. إن هؤلاء التجار معروفين بالاسم والعنوان في كل مجالات الاستثمار. ده ناقص يكتب اسمي علني كده. طيب معلش سيبولي انا هعرف اتصرف معاه. بقولك يا زكي، انت قاعد بتعمل ايه عندك؟ مش الحاج طلب منك شاي يا حبيبي؟ ما انا قلت لصالح. صالح ايه؟ صالح ايه؟ وانت قاعد على المكتب ده بتعمل ايه؟ انت عارف لو الحاج شافك قاعد على المكتب ده بالذات هيعمل فيك ايه؟ هيعمل ايه يعني؟ وبعدين هو المكتب ده يفرق ايه عن بقيه المكاتب؟ الله انت لسه هتلاقي. لا قوم يلا قوم يلا قوم قوم اكلمك. انت بتزقني ليه وانا عملت لك حاجه؟ لا ده انت مش بوقف فيا كمان. زكي الوقت ده تجيب العربيه تروحها على البيت، تعمل الجنينه وتنظف الجراج وتشوف اللي وراك. اصحاب المال قالوا لي اجي اقابل سعادتك واتفاهم معاك، بس يظهر والله اعلم ان انا غلطت لما جيت. ما هو مش معقول اقول لإيهاب يكتب ايه وما يكتبش ايه. امال ايه اللي معقول يا سعاده الباشا؟ تهاجموني؟ تحاربوني في اكل عيشي؟ تضربوني في ظهري؟ اوعى تفتكر سعادتك ان انا ممكن يتلقوا دراعي او يضغط عليا عشان اللي بيكتب الكلام ده ابني. لا سيبك من ده، لا ابني ولا ابويا. انا اللي يحاربني في اكل عيشي انسفه من على الارض نسف. ما حضرتك بس لو بعد اذنك. الو ايوه معليك. اه موجود قدامي اهو. اه مرحبا اتكلم سعادتك بعد شوي. طيب اديني فرصة بس اشوف حل في الموضوع ده. الموضوع ده ملوش غير حل واحد، ان الواد ده يمشي من الجرنان. بابا بول لما ينفخك. اهلا سي ايهاب بيه السحاف الكبير. ده انت فتحت على الاخر، بتحاربني في اكل عيشي ومن المخروب الجرنان ده. طيب انت بدل ما اخترت كده يبقى عايز تبقى عدوي، وانا اللي يعاديني ربنا يستر عليك. اوه عليك. زي ما بقول لك كده يا ايهاب. انت ايه اللي بتقوله ده يا استاذ جمال؟ بالسهوله دي استغنوا عني؟ شوف انا مش مقتنع ان مقاله الوزير هي سبب انهم يستغنوا عني، بس زيارة أبوك دي وراها مأساة. بعد إذنك يا أستاذ جمال، أنا مصمم وعايز أعرف مين ورا قرار الاستغناء ده. أنا هكون صريح معاك لأني معجب جدا بمقالتك، بس أنا هقول لك على حاجة، أنت هجومي زيادة عن اللزوم وأنا حذرتك أكتر من مرة. برضه ما جاوبتنيش يا أستاذ جمال. أنا جاني تليفون أطلب منك إنك أنت تاخد أجازة كام شهر كده على ما الأمور تهدى. بصراحة التليفون ده جاني من جهة أمنية. جهة أمنية؟ حلوة قوي كده. الصورة بقت واضحة يا أستاذ جمال. التقت المصالح بتاعت سيادة الوزير رجل الحزب القوي مع رغبة أمن الدولة وبمساندة أبويا طبعا. يعني اقتنعت؟ إيه وحيد؟ تقف كده ليه مالك؟ شكلك في حاجة مزعلاك. حاسس ان في حاجة غلط في الوكالة. غلط؟ ازاي يعني؟ اخوك يوسف بيلعب من ورا سيد. وانت عرفت ازاي يا وحيد؟ بياخد فلوس من الخزنة ويرجع يحطها تاني. حتى بإيه المشكلة؟ بياخد فلوس من الخزنة ويرجع يحطها تاني، فين بقى المشكلة؟
مش عارف، بس في حاجة غلط بينه وبين زكي. أنا قلت أقول لك وأنت هتعرف عني. هو بيني وبينك يا وحيد، اللي اسمه زكي ده ما بينزليش من زور خالص. اسمع، أنا عايزك تحكي لي إيه اللي شفته بين يوسف وزكي بالظبط، عشان يمكن أعرف بيعملوا غلط إزاي، وبالتفصيل يا وحيد. هقول لك. تحت أمرك يا حاج. كلمتين اللي عايز منك. أبوك يا كمال، أبوك مش سايبني في حالي. زايد الدقاق بيحط إيده في إيد عدوينه وبيدفع رشاوى عشان يخسرني الجلد والصد. طب وأنا أقدر أعمل إيه؟ صدقني لو في حاجة أقدر أعملها لك مش هتأخر. نفسي يا كمال، نفسي أشوفك واقف في وسط الوكالة كده راسك براس الواد اللي اسمه يوسف الدقاق ده وبتدور الشغل، علشان أي حركة قذرة منهم تنده بعلو صوتك وتقول لا لا. الحاج جاد ما يتعملش معاك كده. الحاج جاد راجل مجدع في السوق. طب وأنا هوصل الوكالة إزاي؟ ما هو عشان توصل الوكالة يا كمال لازم توصل الفيلا الأول، عشان تاخد حقك أنت وأمك. الساكت عن الحق الشيطان أخرس. تفتكر يعني لو عملت كده أبويا هيقف يتفرج؟ لو حس إنك عظمة ناشفة هيخاف ويكرش منك. نفسي يا كمال تتكلها لعين من عينيا وألاقيك جوه الفيلا بتطلب حقك أنت وأمك. ما تخافش يا تيمو، أنا واقف جنبك وفي ظهرك. والله الموضوع ده كان في دماغي، بس أنا أصلي ما أحبش أدخل حاجة مش عارف آخرها إيه. عموما سيبني أقلبها في دماغي كام يوم كده وهرد عليك. أمسك يا كمال الكارت ده، ده معرض سيارات، روح هناك هديك عربية. هعمل بيها إيه؟ ده بتأجر في الشهر كام عربيات علشان تخلص مشاويرك. يعني مرة 2000 3 ساعات 4 هتدفع 2000 واكتب شيكات وكمبيالات على نفسك وما لكش دعوة بالباقي. أنا واقف جنبك زي ما قلت لك. بس كده كتير قوي يا حاج. أنت غالي عليا كمان، ما تقلقش من أي حاجة، ربنا ما يحرمناش منك. السلام عليكم. سلام. سلام يا ابن الغالي. جنة، انت كنت فين؟ كنت بشتري حاجات. طب هات اشيل عنك شويه. لا ما تتعبش نفسك. ما يصحش ابقى انا موجود وانت تشيلي. متشكر. طب ينفع اقول لك حاجه؟ خير. انا مش عايزك تاخدي حاجه من ورا المدام زي شوكولاته، عشان كده حرام. طيب زعلتي؟ وازعل ليه؟ كل واحد حر في رايه. انت كنت في السوق؟ لا كنت في السوبر ماركت. الفرارجي كان هناك. وعكسني كمان. أموته إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفناء. يا عيني يا حيدة، كلام درر. اشمعنى انت لما بتقول الكلام ده بيطلع منك زي السكر ويبقى له معنى وطعم حلو؟ عشان انا بحس الكلام اللي بقوله. ها اخبار جارتك ايه؟ قصدك جنة؟
مش عارف حسونة، ساعات بحس ان عايز اجري عليها واشوفها، وساعات بحس اني خايف منها. بس يا حيد، ما تبسبس، ده انا عجوز، انا فاهمك، البنت ماليه دماغك. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عارفه انا جاي من عند مين دلوقتي؟ مين؟ الحاجه جاد. خير؟ انا عاوزك في ايه؟ عايزني اروح اقعد في الفيلا غصب عن عين ابويا. قال لي لازم تاخد حقك وحق امك، وانا بصراحه مقتنع بكلامه. احنا يا ماما فضلنا 60 سنين طويله وما خدناش حاجه، آن الاوان بقى نجرب ناخد حقنا بالقوه. ايوه، قوت ايه يا ابني؟ وانت قد ابوك؟ قد ودود كمان. طالما معايا الحق يبقى ربنا ينصرني. وايه اللي خلى الحاج جاد دلوقتي يفتح معاك موضوع زي ده؟ الظاهر ان هو مخنوق من ابويا علشان خسره الجلد والسقط في السوق وعايز يتشفى فيه، وانا بصراحه شايف ان دي فرصه ما تتعوضش. فرصه ايه؟ مش فاهم. ما هو اصل انا كده كده كان هيجي اليوم اللي هروح اقعد فيه في الفيلا على قلبه. لما ادخل عليه وانا مسنود بواحد تقيل زي الحاج جاد يبقى كويس قوي. هو قال لي كده بالسام. قال لك ايه؟ قال لي ما تخافش، انا هكون في ظهرك. وعلشان يثبت لي ان هو مش بياع كلامه خلاص، قدم السبت معايا. ازاي يعني؟ اتوصلت ببيعة عربية بالتقسيط، خدتها بسعر حلو قوي، عربية لقطة، يعني لو حبيت ابيعها دلوقتي هغطي الاقساط بتاعتها وهكسب فيها كمان، بس انا هخليها عشان تنفعني في شغلي. يعني جبت العربية فعلا؟ جبت العربية فعلا ووقفة تحت البيت. ألف مبروك يا دنوي، يجعلها أدم سعد وخير عليك يا رب ويرزقك يا ابني. ها يا ماما، رأيك إيه في اللي أنا قلته لك؟ والله ما أنا عارفة يا ابني أقول لك إيه. لا أنا قادرة أقول لك روح عند أبوك لا يأذيني، ولا أنا قادرة أقول لك اقعد هنا وسيب حقك. لا يمكن هسيب حقي يا ماما، أنا صبرت كتير كتير قوي، فات بقى خلاص. يا ابني يا إياب، أخبار شغلك إيه اليومين دول؟ خدت إجازة. إيه يا راجل، ليه كده؟ يعني عايز أريح شوية. بفكر أعمل برنامج تلفزيوني عشان اتكلم فيه براحتي بقى واقول اللي انا عايزه. الله 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 الله، انا يعجبني الشباب ده، هينافس بقى عمرو دياب وعمرو اديب ولاما كلهم، ده منافس جامد قوي. هات يا اخويا زي ما انت عايز، اقطع دراعي لو حد سمع لك. عايز يكسرني قدام يوسف ويبين انه جاب مناخير الارض، والتاني عمال يبصيله. ماشي. طب سرحان في ايه؟ هو تلاقيه سرحان دلوقتي بقى في المحطات بتاع التلفزيون السن ان والحاجات ديت اللي هيجي وراه علشان يعملوه عمرو اديب. قولي لي يا حبيبتي، انت ايه اخبار رجلك ايه اليومين دول؟ مش بقت كويسه؟ الحمد لله بقدر امشي عليها. طب الحمد لله، ربنا يشفيكي عشان تركزي بقى وربنا يكرمك في الدراسه وتنجحي. ربنا يخليك يا بابا. عشان تكبري كده ونشوفك ان شاء الله مذيعه قد الدنيا وتشتغلي مع الاستاذ ايهاب. ما تيجي نفتح لهم محطه يا حاج ويشتغلوا هم الاتنين مذيعات. ليه يا ست ام دلال؟ امال فين دلال؟ في اوضتها يا حاج، بتاخد حقنه. حقنه ايه دي؟ مهديه. مهديه؟ لا إله إلا الله. ليه يا ملك؟ عاوز إيه بعد الشر؟ أنت اللي جابك هنا، اطلع بره. اسمعيني، اطلع بره من هنا، مش عايز أشوف وشك تاني، اطلع بره. لا إله إلا الله، خلاص خلاص خلاص، أنا لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إيه الحكاية؟ بنتك انخبطت في علاء ولا إيه؟ اتفضل اتفضل، اعمل لك فنجان قهوه يا حاج. قهوه ايه دلوقتي؟ قهوه بس. ايه البنت مالها؟ جرالها ايه؟ معلش يا اخويا، معلش، عصبيه شويه. عصبيه ايه؟ ايه زعقتي كده ليه؟ في ايه؟ هي اصل الحاله دي ما بتجيلهاش الا لما حد يدوس لها على طرف ولا يبهجر مزاجها. هو حد يقدر يدوس لها على طرف بنتك دي؟ انت يا حاج. انا برضو. طب ازاي بقى؟
في بنت من عندنا من الحي هنا بتشتغل في مصنع قريب من الوكالة عندك، شافتك يا اخويا وانت بتركبها العربية. يا سلام. طب وبعدين؟ قعدت تلسن يا اخويا في الحتة، اش يمين واش شمال، القريب والبعيد، وانا معدية الولية صاحبة الكشك راحت قايلة لي كلمتين اللي هما، رحت شهبطة في دماغها. الولية بتاع الكشك اتريها وانا طالع قعدت تلقح بالكلام كده وما فهمتش، قعدت تقول مش عارف عرفي وبعدين مسيار وكلام ما فهمتش انه حاجة. وبعدين وبعدين دلال بنتي كلمتني في التليفون، لقيت لي منهارة مخنوقة، البنت يعني امها جت جري وراحت ماسكه الولية قطعتها ضربتها. دي مسحت بيها الارض يا حاج، دي داست عليها برجليها. دلال؟ طبعا يا حاج، ما هي دلال بنتي بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يديها الصحة والعافية. يخرب عقلك يا دلال. بس برضو يعني اهل الحتة معذورين يا حاج، شايفينك يعني طالع نازل عندنا يعني، وحتى لما فكرت تكتب الكتاب خدتنا عندك يعني، لا حد شاف ولا سامع، زي ما نكون عاملين عاملة. ولما ده حصل ما جبتيش ليه القسيمة وحطيتيها في عين التخين فيهم؟ ما انا كنت ناوي اعملها، بس بنتي قالت لي لا، على جثتي ياما اعمل اي حاجة تزعل جوزي. يا عيني عليك يا دلال، ست محترمة بجد ومحترمة جوزها. بقولك ايه، ما دام وصلت للدرجة دي ابعتي هات نور، وعايزين نولع الحتة دي كلها كله نور، وبعدين هات الشربات وزغرط لنا زغرطتين خلي الناس تعرف ونفرح بقى. ربنا يخليك لنا يا حاج ولا يحرمناش منك ابدا. طب اللي هتغسلها بدال يا وحيد، يا ابني هتتاخر على شغلك في الوكالة يا حبيبي. مش هروح الوكالة تاني. ايه مش هتروحها تاني ليه؟ بهدلته ومش قادر استحمل. طب ما انت هنا بتتبهدل برضه، ما كل حاجه بتتعب يا ابني. ايوه دوسه، بس هنا انت موجوده حسونه جنه سمر، انما هناك بوزي في بوز اكتر اتنين بيكرهوني، سيد ويوسف. هو انت لحقت يا وحيد؟ مش يمكن يا ابن الامور تتغير وتلاقي راحتك هناك؟ وبعدين يا وحيد انت مش كان نفسك يا حبيبي انك تشتغل ويبقى لك كيان وتقبض مرتب كل شهر؟ مرتب كله ذل ومهانه، بناقص منه، مش عايزه. هعمل ايه بالفلوس يا دوسه؟ خلوني هنا اخدمكم بلقمتي. والنبى دوسة، والنبى دوسة مش عايزة اسيبكوا تاني. اطلع برا، مش عايزة اشوف وشك تاني. بقولك يا بنت، مش عايز شوية دول، مش عايز اسمع صوتك خالص. ولو سمعت صوتي يعني هتعمل ايه؟ يا سلام، هتعمل ايه؟ اوريك انا هعمل ايه. انا ممكن اكسر رقبتك واكسر دراعك. اي هو انت كده دايما يا حاج تتعافى عليا؟ سيب دراعي بيوجعك. انا اتعافيت عليك دراعك بيوجعك يا حبيبتي. ياما نعم اقفلي الباب. طيب